Stop the track down and back race. Stop the track down and back race. Stop the occupation and back race. أوقفوا القتل في البحرين، نطالب بخروج القوات الأجنبية من البحرين، وشعارات أخرى هتف بها معارضون بحرانيون تجمعوا أمام السفارتين السعودية والإماراتية في العاصمة البريطانية أمس الأربعاء، احتجاجا على مشاركة قواتها في قمع ثورة 14 من فبراير في البحرين. By its own people, where the vast majority of the Bahraini people were there demanding democracy, demanding an end of dictatorship, asking for self-determination. They had enough of the... المعتصمون رفعوا يافطات وصور الشهداء الذين شاركت في قتلهم القوات السعودية والإماراتية التي اجتاحت البحرين قبل 3 سنوات خلال التظاهرات أو تحت التعذيب. الناشط السيد أحمد الوداعي طالب القوات الإماراتية والسعودية بالانسحاب حالا، كاشفا أن هذه القوات تتنكر بالبزة العسكرية البحرينية وتشارك قوات وزارة الداخلية في قمع المتظاهرين. wearing the Bahraini uniform and they are directly involved in all the crackdown. So our call is for them to withdraw from the country and they should not be hidden in a Bahraini uniform. They have if they identify them. أما الناشط علي عبد الإمام فقد اعتبر التدخل الإماراتي في قمع الثورة في البحرين أمرا مثيرا للإشمئزاز. مقتل أحد عناصر العسكر الإماراتيين في البحرين في منطقة مواجهات هو أمر مثير إلى الإشمئزاز، أن يتدخل عساكر أجانب لقمع أبناء الوطن. لذلك إحنا معتصمين أمام السفارة الإماراتية لشجب هذا الأمر والمطالبة برحيل كل القوات الأجنبية من البحرين. ويرى مراقبون أن العملية التي أعلنت سرايا الأشتر عن تبنيها الاثنين الماضي والتي قتل فيها ضابط إماراتي أثناء مشاركته في قمع المتظاهرين المتوجهين لدوار اللؤلؤة فندت مزاعم السعودية والإمارات العربية المتحدة التي ادعتا فيها أنهما أرسلتا قواتهما لحماية المنشآت الحيوية في البحرين، حيث إن المنطقة التي وقع فيها الانفجار لا تحوي أي مرافق حيوية.